السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة أدوبي دلوقتي بدأت تدخل الذكاء الاصطناعي في كل المنتجات بتاعتها زي الفوتوشوب والإلستريتور وحتى الأكروبات ريدر، كل الحاجات دي هيبقى فيها ذكاء اصطناعي عشان تسهل عليك الشغل. يعني على سبيل المثال، مثلا لو أنت عندك فيديو زي كده وكان في سيارة مثلا ماشية جنبيك، فعشان كنت تشيلها كنت بتقعد تمسك كادر كادر، لقطة لقطة، فريم فريم وتشيل. إنما لأ، دلوقتي مجرد بس تحدد إيه العنصر اللي أنت عايزه، وهو الذكاء الصناعي هيتبع العنصر دوت ويحذف، سواء العربية أو العكس. عايز تحذف الراجل سايق الدراجة دوت، هيبدأ إن هو يشيله لك بدون أي مشاكل خالص. طيب تعالى نشوف بقى اللي هم عاملينه. في هنا ده فاير فلاي. بص، عندك مثلا تكست تو ايمج، اللي هو انك تكتب اي تكست هو يعمل لك الصوره اوتوماتيك، زي موضوع الميد جورني. تكست افكت، تكست افكت بتكتب انت اي جمله وتقول له انا عايزها على شكل ارانب، على شكل زي ما انت عايز. تمام، تعالى ادخل كده جنريت، هتقول له التكست هنا. تمام، وانت عايز تكتبه ازاي؟ يعني مثلا عايز تكتب مثلا مثلا ايجيبت، عايز تخلي ايجيبت بقى على شكل ايه؟ مثلا بلانت، نباتات مثلا. تمام، ونقول له كون لنا الصوره. هياخد بقى الحروف دي ويبدا ان هو يظبطها جنريت. عاملها لك بشكل جميل دوت. تمام، طيب قلت له اعملها لي على شكل مثلثات واهرامات وحاجات زي كده. قلت له اعمل لي ايجيبت على شكل يعني الرموز بتاع القدماء المصريين، فاعملها لي بالشكل دوت. طيب انا ممكن مثلا اقول له بن اريبيا بالشكل دوت، واقول له جنريت. يبدا ياخد الاسم ويبدا ان هو يعمله بالشكل الجميل دوت. تمام، فزي ما انت شايف الذكاء الاصطناعي بقى فيه امكانيات جباره وهيسهل عليك شغل. يعني مهما كان لو حاولت تعمل الحاجات دي بالطرق التقليديه في فوتوشوب، مهما كان مهارتك اكيد هتاخد وقت كتير جدا، هنا بقى في ثواني. زائد ان هو مديك شويه اختيارات اهوت، ممكن تخليها بالشكل دوت او بالشكل ده او بالشكل ده، اشكال كتيره. طيب بس كده؟ لا، ده هم عاملين حاجات كتيره جدا، زي مثلا ان انت تعمل اعاده تلوين للعناصر اللي موجوده، ان انت مثلا تعمل مثلا تكون عندك صوره فتعمل امتداد ليها، يبدا يتخيل لو انت زودت الكادر كان ممكن يحصل ايه. يعني عندك الجزئيه دي، فهو بيحاول يستنتج الحاجات اللي بعديها. تمام، وفي ان انت تعمل سكتش تو ايمج، لو انت مثلا عندك سكتش يحرك الصوره. تكست تو بروش، يبدا يعمل لك زي حاجه ترسم بيها. تمام، ف يعني امكانيات جبارها في المستقبل القريب خلال ايام ان شاء الله.